قادر افهم احنا حتى اللائحه دي هنطقها يعني ليه؟ ولمصلحه مين؟ كلنا فرحنا بانه يبقى مصر فيها قانون جديد للرياضه. فتيجي تحصر ماده 4 في القانون فتبوظ القانون. وعايز اقول لك لو فضلنا كده فضلنا بهذه الفوضى، سيبك من اللي انا بكتبه واللي حسن هيكتبه في الاهرام اللي انت حضرتك هتقوله على شاشه دول، هي قضايا هترفع من اطراف كثيرين جدا. وهتبطل الجمعيات العموميه الخاصه، وهتبطل الانتخابات، وهتبطل اللوائح اللي على اساسها اجريت هذه الانتخابات.